هنعمل النهارده شوكولاته قابله للدهن، تمام؟ انا حاطه له النهارده قهوه سلات الذوبان، يعني عندي كوبايتين من السكر البودره مع كوبايتين من اللبن، كوبايه كاكاو، كوبايه زيت، احسن نوع زيت، انضف نوع زيت، ملوش ريحه، ومعلقه قهوه سلات الذوبان. وزي ما قلت لك اي اضافه بعد كده عايزه تحطيها هنحطها عليهم. بصوا سهله ازاي، ولا اي حاجه. انا يعني كمان ساعات ما بحطش القهوه، يا ساعات بتبقى كاكاو وسكر وزيت ولبن بس يعني، ده ساعات كده. والقهوه دي مش القهوه التركي، مش القهوه التركي اللي احنا بنحطها في الكنكه، لا دي القهوه الثانيه اللي بدوبها في الكوبايه، تمام؟ طيب هنعمل ايه؟ هجيب بقى كده هنا الاول، نحط ايه؟ نحط اللبن الاول، نحط شويه من اللبن الاول، نحط كوبايه كده. ما احطش ابدا وانا بعمل حاجه في الخلاط، ما احطش الماده الجافه في الاول. وهحط الزيت، كوبايه زيت. يبقى انا كده حطيت كوبايه لبن وكوبايه، لسه كوبايه لبن معايا تاني هتتحط برده، بس انا حاطه هنا كوبايه لبن وكوبايه زيت وكوبايه كاكاو. بسم الله الرحمن الرحيم. وكوبايتين من السكر البودره. بسم الله. ومعلقه قهوه سلات الذوبان كله على بعضه، ما عدا كوبايه اللبن اللي في الاخر اللي هزودها شويه شويه. واخلط ده كله مع بعضه. زي ما قلت لك بقى عايزه تحطي اي حاجه هنحط معاها هنا عادي، قهوه اللي هي بطعم البندق ماشي، البندق المكسر الصغير انا محمصاه وفرماه شويه ده بحطه هنا برده بيدي طعم حلو جدا. بسم الله. طبعا حاسه الخلاط باين. استنى ما ساعد الخلاط بتاعنا. بصوا عامل ازاي، بصوا. ولسه انا عايزاها ايه، قوامها معقول. بسم الله. دايما نفتح كده ناخد الجوانب بتاعه الخلاط عشان بيبقى مركون فيها ايه التقيل، ونضرب. بصوا كل ما نضرب كل ما يتقل اهو، شفتوا من شويه كان سايل خالص بعد ما حطينا اللبن التاني اهو. طيب تاني نضرب كمان عشان انا عايزاها شوكولاته قابله للدهن مش صوص. حس الخلاط بيختلف طبعا. بصوا كل شويه عمال ايه يتقل، كل شويه عمال يتقل اكتر. بصوا طبعا دي لما تسيبيها شويه هتلاقيها جمدت عن كده كمان. طب انا عايزاها اتقل من كده، اتقل هي هتتقل اصلا لو سبناها كمان شويه هتتقل، بس افرضي طلعت معاكي اخف، بتعملي ايه؟ بتسودي شويه زيت بس. انا مش عايزاها اخف من كده، انا مش عايزاها اخف من كده، انا عايزاها كده. بصوا اهي
حلوه جدا جدا وهتبرد شويه وهتلاقيها ايه مسكت نفسها. بس لو انا لو خفت منك وحاسه ان هي خفيفه بس ما تعمليش كتير طبعا غير بعد محاولات كتير من انت تضربيها كتير، هتحطي شويه زيت بس. طب انا هوريك الخطوه دي معلش، يعني هوريك اهي انا دلوقتي خلاص انا كده عارفه ان هي هسيبها شويه ببطرمان هتمسك نفسها تبقى زي الفل. طب لا انا خايفه من ده او انا لا ما مسكتش معايا، طب بعمل ايه؟ بحط شويه زيت. انا يا بنت مش عارفه عايزه اوريها لكم كده. خليها تمسك بقى خالص زيت بس كده. طبعا تحس الخلاط بيختلف اهو شايفين؟ ما خدش كتير اصلا. ده لو انا عايزاها تقيله. طب كش علينا. ده من الفكره ده بتبجلي اللي فوق تمام. انا ما حطيتش اصلا كتير وهو بس كده حلو جدا جدا جدا. حط البطرمان، حط في التلاجة وهنشتغل منها.